بضاعة مصففة ومنمقة خضر غلال لحم بيضاء موالح كلها سلع رصفت كعادتها لتجلب أنظار الحريف خاصة في هذه الأيام القليلة قبل شهر الصيام لكن ما يجب الانتباه غياب الحريف وهو المواطن الذي أثقل كاهله غلاء الأسعار وتدهورت بذلك قدرته الشرائية فوجد نفسه بين أسعار مشطة وقفة فارغة ورمضان على الأبواب ما ثمنا شيء ما ثمنا شيء إجا جزء الدينار برشا حوايج زاد خاطر الخضر. الخضرة متناول ما يعني نجموش نقولوا فهمتي ما احنا نعيشوا بالخضرة ها مش بعده الحوت والدجاج ما السوق وتشوف الغلاء يجيبوا الحوت البيت فماش حاجه اللي انت والعرض والطلب انت والسلعة زادة تفرق ثم سلعة بسوم ثم سلعة بسوم ما واش سلعة غنيه كيف كيف أما قبيلته المواطن جي يشري الفتره هذه قليله شويه بيريود ماش ماش كاسحه شويه على الناس صيف و وكانوا في التعديات باك وكذا ما فماش كل شيء موجود سوى لا سواء لا معتدل الباهي غالي فما رخيص انت فلوسك انت وجيبك انت يجيبك, يجيبك احكم عليك فما سلع. شويه سلعه تخبر لا لا ما غلاش كل شيء موجود كل شيء أيوا حتى الطماطم خيرات والفلفل خيرات وكل شيء والبطاطا خيرات كل شيء موجود مش غالي شويه لا ما. لا لا ما قلتش هي بيدها هي بيدها ما غلاش صار اللي بصراحه نقولوها شهدت ارتفاع مهول ومشط وغير منتظر كل شيء ارتفع كل شيء ارتفع بالطبع هذا ما يخدمش المستهلك ويظلم المستهلك خاصه اللي دخله محدود وخاصه اللي ما يجيوش قدر هذا بمناسبة شهر رمضان مشينا نعملوا هيك النقطة نتاع البيع من المنتج المزارك هذه نبشرك بها لأول مرة إن شاء الله مش تكون اخترنا كولاية فاقس باش تكون في السوق البلدي لبلد العين لوحة من الشكر باعتبار منطقة من سيد منصور زقيدير منطقة في تيرعين هذا سوق بلدي وخاصة فيه الشروط اللازمة معناها الأماكن الأماكن المغطاة هذا الغلاء لم يقتصر على الخضر والغلال فقط بل طال تجار اللحوم البيضاء والتي أصبحت أسعارها في السماء خاصة بعد إضراب القصابين حيث وجد المواطن نفسه مضطرا لشراء الدجاج وغيره من اللحوم البيضاء في ظل انقطاع اللحوم الحمراء منين نبدالك منين نبدالك باش نقول لك عاد عديك الرومي على كل الانواع ما بقاش نعرفوا شنو اللي نبيعوه للمواطن المواطن نعرضوا له البضاعه في, الـ في الثلاجات يشوف بعينه يسال هذه كيفاش هذه علاش هذه بقداش علاش الاسوام كيما كاكا اسوام خياليه 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 عمرنا ما وصلنا في شهر رمضان نبيعوا بأسوام كيما كان يما عليه المواطن يما عليهم كيف يشريوا ما تفهم حتى وشكون يعطف في الاسوام هذه وشكون يعمل في الشيء هذه ما تعرفش شكون اضراب القصابين هذا اضراب قائم منذ قرابه الاسبوعين اضراب مشروع حسب اهل القطاع كيف لا فهم مطالبون بتسعيرة للحم الخروف أقل مما تتكلف وقد تعالت أصواتهم بتوفير الأكباش المرخص بذبحها وهم في المقابل ملتزمون بهذه التسعيرة احنا ماذا بينا تعطينا احنا اش احنا شنو اللي طالبينا؟ الوزاره ما هي جات للزار وسعرت له انا نقول لها من ما من موقعي انا نجي السيد الوزير نقول له يا جيب لنا الحم انت ب 15500 واحنا ب 116 وفر لنا الحم جيب لنا انت علاش تغلطوا في العباد؟ انت تغلطوا في العباد علاش؟ انت كدوله كسلطه ما قاعد قاعده تمول في الجزار انت وقت اللي سعر اللحم انت سعر اللحم وفر انت مول الجزار الكل وسعر الهم كيما صاير في اوروبا في الكل اما انت هنا تخلي الجزار يتعارك هو الفلاح الفلاح انا عندي لي ولدي يحبوا علوش صغير يحبوا عجول صغير حاجه باهيه كاليتي سمحه يسمع نعطيهم البيع وما نعطيهمش نبيع إن انا نعلق 16 نلف نقول له 20 يقول لك انت سارق وغشاش ونسرقه في الميزان خيره يقلك تسرق دي جوزار سارق احنا في احنا جزار ديما سارق ديما بي عليك الوالي ما يتصنتناش ادخل لنا وقال ما احنا ما نعملك لك يا اخي ترى احنا سايبين احنا في البلاد راه عندنا عيال وعندنا صغار وعندنا كل شيء يا جماعة مريح فيه ما نخدمش ما نلقاوش منين ناكل ونشرب اذا حتى انت ما تمثلوه جيب لي انت ب 15 دينار انا نبيع ب 16 اذا حتى ينبيع فوق 16 هذا الوقت نتحمل المسؤوليه الكامله اما انت كيف تجيبوا لي معناتها ناخذ انا ب 20 ولا ب 19 ولا ب 18 وتقلي بيع ب 16 ولا بيع ب 15 كيفاش انا تحبني نخدم انا وكيفاش تحبني ناكل منين باش نشرب قالوا احنا نشريو فيها ب 20000 مش معقول انه يصاروا ب 16 دينار قداش باش نبيعوه انا نشري ب 20 نبيع ب 16 تمشي معقول هكا معقول مش معقول تو بالنسبة لي أنا صنع تو عندي معناها تو ما نخدمش مش ناكل مش نشرب مش نعمل إضراب القصابين ليس الإضراب الوحيد في هذه الأيام المباركة والتي تسبق شهر رمضان فأصحاب المخابز أيضا كان لهم قرار مماثل حيث تقرر إضراب وطني يوم السادس من هذا الشهر على خلفية تكاثر المخابز العشوائية هذه ظاهرة قاعدة تتفشى في الجمهورية التونسية كاملة احنا بدأت شوية في ولاية صفاقس ومشي تتفشى احنا تو الاداره عملناها بالاضراب والاحيات اللي ما تنادي الاداره ما بعثنا لنا تو عندنا جمعه من اللي بعثنا البرقيه وما حتى واحد ما اتصل بنا وكان ثم حوار احنا ما حنجد. احنا ما احنا ضد الحوار احنا مع الحوار مع الاداره إذا ثم حوار متناسب وتتعهد الدولة باش تراقب الخبازة هذه وتوقف التيار هذه، احنا مع الحوار، احنا ما نحبوش الإضراب. يلغى الاضراب واحنا راح نضد الاضراب نداء للمواطن المواطن يا سي المواطن من فضلك ما متخ... ما تخليش في اقل وقت وجيت تاخذ الخبز راهو اول حاجه الخدام راهو دين سخونه ستة 16 ساعه ولا 15 ساعه وراهو ما يلومش على الخباز على الصنع وماش يقول نحب الخبز السبعه نتاع العشيه قبل المغرب بربع ساعه يزم نعطيو بعضنا اللي يخرج من اللي ياخذ باش ما يوقعش اكل الزحام تاع الخبز تململ في الاسعار وفرصه لبعض المنتهزين للمساهمه في التصعيد في الاسعار واحباط المواطن. هذا هو حال تجار الحليب ايضا، ففي هذا الوقت من كل سنه تشتعل اسعار الحليب ومشتقاته وهي سلسله متواصله تبدا من العلف الذي يحتكر الى الفلاح ثم التاجر واخيرا المستهلك. رمضان هو معناها سيزون تاع الذروة تاع الطلب فما طلب كبير على الحليب بطبيعة الحال المواطن هو اللي جاب شيخو البنو باش ياخو حليب ومشتقاته فينا المواطن هو اللي معناه يدفع الضريبة هذه وربما الفلاح عنده حق عنده ضغوطات عنده علاف غالية والزيادة هذه ديما ديما معناها كل عام كل عام في رمضان يزيدوا تساؤلات عده حملناها إلى الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس إلا أن المدير الجهوي رفض الحديث معنا رغم محاولتنا المتكررة. <applause> مبالغة التونسي في العناية بتفاصيل المائدة الرمضانية ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار. وهذه السلوكيات الغذائية تجعل المستهلك في تبعية مستمرة للمحتكرين ولمن يتهافتون على الربح السريع. رغم سالك حكم سوق. من خلال سلوكه من خلال تصرفه هو, هو يتحكم بالأسعار لأنه الآن هي سوق سوق حرة وهي الآن مربوطة بالعرض والطلب إذا كان العرض نقص والطلب كثر مش الأسعار هي مش في بالاحتكار واللهفة مش الأسعار إذا كان العرض يكثر الطلبين قصدك نقص الطلب تنطبق مش كما تجيب مثلا الحليب ولا ولا اللحم ولا شو اللي حاج بكو ياخذ سيكه اللي حاج بكو ياخذ سيكتين يكثر اللهفه بالطبع باش يتقطع والخضاع يولي ترتفع لانه مساله عرض وطلب شهر رمضان شهر الخير والبركه شهر القناعه والتعبد وهو بعيد كل البعد عن الاسراف في الاستهلاك والتهافت على الشراء شهر لا يتحمل مسؤوليه ارهاق جيب التونسي الذي من مصلحته ان يعتدل في مصاريف رمضان حتى يستطيع موجبه المناسبات القادمه